السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مجددا في هذه الحلقة من لكل زمان ومكان. في الساعة الثانية نفتح الخطوط لكم لطرح تساؤلاتكم حول موضوع هذه الحلقة، الولاء والبراء في حياة المسلم، وكذلك كافة تساؤلاتكم الفقهية. فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، نجدد التحية به، يجيب على تساؤلاتكم على الهواء مباشرة. معي عبد الرحمن من المغرب، تفضل يا عبد الرحمن بسؤالك. مساء الخير أستاذ الكريم، تحييك وتحيي الطاقم القناة قناة الحوار والشيخ الجليل الكريم، حياك الله. أهلا، أنا أريد أن ألتقط منه مفردة الولاء. وإحنا عندنا في المغرب نقدم الولاء والبيعة لأمير المؤمنين، وبما أنه أمير المؤمنين هل يجوز لأفراد آخر من الشعب آخر أن يقدموا الولاء، ولا أقول البيعة، الولاء لأمير المؤمنين، مادام أن المؤمنين أو نحن أمة واحدة، فأينما كان أمير المؤمنين يجب أن يؤدى له الولاء. وشكرا لكم. شكرا لك. شكرا. جمال من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ، الآن بالنسبة لأهل الكتاب، الآن يعني أهل الكتاب ذكروا في القرآن الكريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قالوا إن عيسى ابن الله وما إلى ذلك، هل الآن نحن بمفهومنا العصري الحديث نسميهم كفار؟ علما أن الكتاب القرآن الكريم وكان يتلى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أهل الكتاب هم أهل الكتاب، بالإضافة لأنهم كفار. نعم، سؤال مهم. فهل الكفر هذا بمعناه العام أم بمعناه الدقيق فقط، يعني في بعض الأمور كفروا وبعض الأمور ما كفروا؟ جميل، وهذا له علاقة أيضا بالزواج، من الزواج من الكتابيات. بالضبط. سنجيب على تساؤلات هؤلاء كفرة أم أهل كتاب. شكرا لك. يعني طارق من السعودية، تفضل يا طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. أنا أيد الشيخ، النهج هذا هو نهج الإسلام اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في الفترة الماضية كان مغيب، إيش السبب يعني؟ وبالذات في قيادات زي عزام التنيمي وجدي غنيم، هذا يأيدون الإرهاب ويأيدون القاعدة وداعش. طيب، هل لدي أنت الآن أنزل على الإنترنت؟ يا طارق، أنت تستغل هذا المنبر، تستغل هذا الأثير، الفرصة التي أتيحت لك من أجل كيل الاتهامات لأشخاص العالم يعرفهم، الكل يعرفهم، أعمالهم تشهد لهم. هل لديك أنت يا طارق تساؤل يرتبط بهذه الحلقة حتى تستغل هذا المنبر وتسرق هذا الوقت منه لاتهام أناس هم موجودين؟ إذا كان لديك اتهام لديهم، لماذا لا تخاطبهم مباشرة وتأتي بدليلك على اتهامك؟ طيب، في عندك سؤال يا طارق؟ والله يا شيخ اليوم كلام حلو، بس لازم نكون واقعيين عشان المسلمين زي ما نشر الإسلام في إندونيسيا بحسن الخلق والتعامل واحترام الآخر، نبغى طيب. الأحزاب السياسية هذا يبعدوا عنا، هم اللي دمروا الإسلام يعني. حسن الخلق أيضا أن يلتزم الإنسان عندما يتهم إنسانا ما بأن تكون لديه البينة والدليل على ما يكيل له من اتهام، وأن يكون الاتهام الذي يتهمه به أيضا اتهاما واضحا، لا أن ينساق وراء الدعاية ويستخدم عبارات تستخدمها بعض الأنظمة القمعية والديكتاتورية لوسم كل من يطالب بالحرية. وستسمع تعليق من الشيخ، وإذا كان يعني لديك أيضا كل هذه المنابر اللي تتيح قناة الحوار في البرامج السياسية، تريد أن تعبر عن وجهة نظرك في أي برنامج سياسي، فلك لك المجال يعني لتعبر عن ذلك دون أن تستغل منبر لكل زمان ومكان. فضيلة الشيخ، نعود مرة أخرى لتوضيح، قبل أن ندخل في التساؤلات، لتوضيح المظاهر التي يتمظهر فيها الولاء والبراء. مرة أخرى، الذين يبغالون في مفهوم الولاء والبراء ويربطونه بالشخصنة، يعني أن أحب شخص أو أكره شخص، يجعلون البراء هو أن أكون مشابها لشخص ما غير مسلم في لباسه، في عاداته، في تقاليده، حتى أن أعيش في بلاده، دون أن يربطون ذلك مثلا بالظروف، بالعادات. البعض مثلا حتى وجه لي انتقادات أنه لبس ربطة العنق يعني يعتبر من الموالاة لغير المسلمين.
لا، هذه القضايا لا علاقة لها بالولاء والوراء، هذه قضية حياة معيشية. المسلمين فتحوا زي ما قال الأخ الفاضل الذي اتصل مؤخرا، المسلمين فتحوا بلاد إندونيسيا وماليزيا ودخلوا بلاد الهند والسند والشرق والغرب والشمال، حتى وصلوا إلى يعني ما وصلوا إلى حدود في إلى فرنسا وإلى النمسا وإلى غيرها. ما غيروا، ما فرضوا على أحد اللغة ولا فرضوا على أحد زيا معينا، ولا فرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه زي المشركين والكفار هدية من اليمن ومن مصر ومن فارس، وكان يأخذه ويلبسه ويخرج به. لم يقل هذا يعني زي كفار ارموا به، لا. الناس في عاداتهم وتقاليدهم، الباكستانيين المسلمين يلبسوا نفس الزي اللي بيلبسه الهندوس، وهم نفس المسلمين الأوائل. ألم يكون كثيرهم كفار؟ وما أحد على أحد، وما غيروا لباسهم المسلمين الأوائل، الصحابة الكرام أحسن. يعني قبل أن يكونوا مسلمين لم يغيروا لباسهم. يعني أنا بستعجب لبعض الشباب مثلا، مجرد ما يلتزم عايز الجلبية وعايز الغطرة وعايز كذا، ويظن أن هذا وزي الإسلام. وأنا أقول هذا ليس زي الإسلام، زي ما أنا بقول دائما أن ليس زي الذي ألبسه هذا هو زي العلماء أو الشيوخ. أنا آسف، أنا طالب علم لست عالم ولا شيء، إنما مثلا اللي هم لا، ده زي جامعة معينة عرفت في العالم بزي جامعة. لكن أي عالم يلبس لبس زيه نشيله فوق راس، نحترمه لعلمه ونقدره وهو إلى آخر. لكن لا تستطيع أن تقول ما عدا هذا الزي الذي يرتديه فلان أو علان أو كذا، أو إني لما ألبس الزي اللي حضرتك لبسه ده وأنا بلبسه لا يعني في سفريات وكذا، ما يمكن أستطيع أن أقول إن ده زي كفر وده تشبه وده أدخل بقى أبتدي أبني زي بالضبط. التكفير، قضية التكفير بتيجي منها كذا، وفلان بيعمل كذا وفلان الله وفلان طب أهل وهو إلى آخره، إلى أن يصل في النهاية إلى التكفير. أنا كذلك، الله إزاي ده بتاع مين؟ ده بيلبسه فلان، فلان ده مسلم لا مش مسلم، بيعمل إيه ده كذا كذا، يبقى كافر. طب وأنت بتشبه به؟ ما أنت شبه بقوم. لا، أنا فهمت الحديث على غير ما قصده الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليس من تشبه بقوم في طعامهم إلا أن يكون طعام حرام، حرمه الإسلام. ليس من تشبه بقوم في لباسهم إلا أن يكون لباس دين طقوس دينية أو لباس حرمه الإسلام. ليس هذا، ليس من يعني، فمن تشبه بقوم في العادات الدينية في الطقوس الدينية في التقاليد الدينية فهو منهم. لكن أما في أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فضيلة الشيخ، الآن نبدأ بالتساؤلات. الأخ عبد الله من فرنسا سأل عن فئة معينة، ولكن نحن يعني ليس موضوع هذه الحلقة أن نفصل في الجماعات الإسلامية السلفية وغير السلفية وما أنواعها وما تصنيفاتها، لكن السؤال العام هو عن أي مجموعة أو أفراد دون تسميتهم، دون الخوض في هذه الدولة أم لا، لأنه ليس لدينا دليل الآن. إذا كانوا يتآمرون فعلا، ثبت أنهم يتآمرون على قضية من قضايا المسلمين الأولى، القضية الفلسطينية، فما حكم هؤلاء؟ هذه خيانة، لكن أنا لا أستطيع أن أخرجهم من الملة، لأني لا أعرف ما الدافع إلى هذا. لو كان الدافع بغض الديني وحبا لديني فهذا كفر، تمام؟ لكن لو كان الدافع مصالح، هو عارف ان هم هيثبتوه على الكرسي، عارف ان هم هذه خيانه، وهو لابد اما ان يكون كفر او ايمان. لا، في كفر وفي غير، يعني معايا، في معصيه، في الايمان اللي حتى الاسلام درجات، حتى الجنه اخي الكريم السابقون المقربون في اصحاب اليمين، وفي النار اصحاب الشمال. يعني فعايز اقول هي درجات. لما يجي واحد ويعمل، ما قدر الخيانه هذه؟ إيه قدرها؟ هل هو يتآمر على الأمة؟ مثلاً تآمر خلاص يقدم للمحكمة، هذا هو الإسلام العظيم، ولكن ويحاكم ويحاسب. لا يعني لا يقدره الناس، يعني هناك أهل العلم الذين يقدرون هذا، الناس من فرط حبهم لفلسطين، وهذا يعني شيء أكيد محمود لدى أكيد كل أبناء أكيد هذه الأمة، أكيد يسارعون في تكفير الناس، كل من يتآمر وهكذا. هذه القضية يتآمر عليها منذ احتلال فلسطين عام 48، والمتآمرون يتآمرون، ولا يضير ذلك من ينصر القضية الفلسطينية حق نصرتها. لا، أنا قضيتي هي قلبي وهي حياتي، ولا يمكن أخذل يعني إخواني وأهلي ولو بشعرة واحدة.
أنا أقدم روحي فداء له، هذه حياتي، لأن ده ديني الذي تعلمته من صغري في بيتي وفي جامعتي وفي مدرستي وعند أصحابي وبين يعني العالم العظيم الحر اللي تعلمته، لكن حينما أجد خائنا أنا أقول هذا خائن. نعم، لأن قضية الرمي بالكفر يا أستاذنا هي من أخطر القضايا العقدية، من أخطرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رمى أخاه بالكفر فإن لم يكن كافرا باء بها. وكان سهل جدا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم على حاطب بن أبي بلتع أنه مرتد. الآن لو إحنا جينا نسقط هذا التعريف، سامحني بقى خلينا نتكلم بالمفتوح شوية، كان قتلوه لحاضر. لو إحنا جينا نسقط التعريف اللي حضرتك جئت به في أول الحلقة ونقول إن كل من والى بمعنى هذا العمل، إحنا أولا لن نجد حاكما نقول له أنه مسلم، فالجميع يتعامل مع غير أعداء الإسلام، تعامل معهم بدرجات. لن نجد ربما الكثير من مثقفين ومعلمين وإلى آخره، بل ومن شيوخنا من يتعامل، لا قضية خطيرة. ولذلك هي درجات، كيف يتآمر وبأي شيء يتآمر وماذا يصنع وما الداعي وما السبب، قضايا. الأخت نجاة من بريطانيا تسأل عن كيف يمكن أن تدعو مسيحيا من أهل الكتاب، يبدو أنه في قلبه رغبة لأن يكون مسلما، وجزا الله كل خير أن تطرح مثل هذا التساؤل. ويحز في القلب أنه كثير من المسلمين الآن لم تعد تشغلهم هذه المسألة أبدا، مسألة الدعوة إلى الله. سأل الله أن يبارك فيها ويجزيها خير. آمين. يكفي هذا الهم العظيم، ويجب أن نتحرك بهذا الهم لديننا ولأمتنا، لأننا نريد للناس كلها البشرية السعادة. لذلك أنا أقول لهذه الأخت أفضل وسيلة للتعامل مع هؤلاء القدوة، إن الإنسان يكون سلوكه وأعماله قدوة، ليس بالضغط، لأن الضغط قد يولد انفجار عكسي، قد يولد نتيجة عكسية. لو أنا ضغطت عليها أن هي تسلم، أو الأخ ضغط على أن لا، ممكن أنه بيضغط علي لي في حاجة إلى آخره، الشيطان يأتيه ابعد هذا الطريق وكذا، بل حضرتك وشيء من هذا القبيل. لا، أنا علي أن أنا أزداد قدوة أمامها، يعني أزداد قربا، الأخت تزداد قربا منها بحسن التعامل، بالكرم، بالبسمة الطيبة والكلمة الطيبة، إن شاء الله تعود بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت زينب من فرنسا، سؤالها أدمجه مع سؤال الأخ جمال من السعودية عن أهل الكتاب والنكاح منهم، والفرق بين النكاح المشركة ونكاح أهل الكتاب. بداية، ولا تنكحوا المشركات. البعض قد يقول أنه من أهل الكتاب من يؤمنون بالتثليث وهذا شرك، فهل هؤلاء الذين قصدهم الله بالآية الكريمة؟ هذا منذ مؤتمر قسنطينة الذي عقد وتدخل في قضية اللاهوت والناسوت وكذا والكلام ده كله، ودخل التثليث والتشريك إلى الديانة المسيحية، وهذا معلوم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بحدود 220 سنة على وجه التقريب. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرك موجود، ومع ذلك الإسلام سماهم أهل الكتاب، وهم أهل الكتاب، يعني إحنا بنتعامل معهم لأنهم أصحاب كتاب منزل على قلب نبي الله عيسى وعلى قلب نبي الله موسى. قد يكون حدث تحريف وقد حدث، وقد يكون حدث شيء في العقيدة وقد حدث، لكننا الأصل نتعامل مع الأصل أنهم أهل كتاب. وربنا سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ربنا قال هكذا، المحصنات من الذين أوتوا، تكون محصنة من أهل الكتاب. وربنا سبحانه وتعالى في نفس الكتاب العظيم قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، في نفس الكتاب العظيم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن كيف نوفق بين هذين المفهومين، أن يكون كافرا لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون من أهل الكتاب وأتزوج من بناته؟ هو من أهل الكتاب، من أهل الكتاب قولا واحدا، حتى لو أنه لا يستطيع أحد أن يخرجه من أهل الكتاب. إنما هناك المشركون الذين تتحدث عنهم الآية
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المقصود هنا التي ليس لها كتاب او الذي نعم غير اهل الكتاب. فغير اهل الكتاب لا احنا لا زي مثلا انا في مره اخ جاءني وهكذا. انا دائما الاخت عشان الاخوه بس ياخذوا بالهم لو جاب واحده من اهل الكتاب يعني اقول له بس روح عند المحامي واكتب انت وهي بعض الضمانات اللي تضمن بها لنفسك اذا مت ان تدفن في مقابر المسلمين حسب الشريعه الاسلاميه، اذا تركت اولادا ينشأوا على الاسلام، اذا تركت مالا ان يقسم حسب الشريعه الاسلاميه، وخليها توقع عليه وانت وقع عليك عقد بينك وبينها قبل ما تيجي اجوزك. ففي مره شاب حب يعني شاف نفسه انه ممكن يلف لفه حلوه عليا كده ويجي بدون الورقه دي حتى ازوجه، فجاب لي واحده وجالي وقعد. فبقول له انا يعني كذا كذا لاني عندي مسلمين دفنوا في الكنيسه وانا لا احب هذا ولا اقبله للمسلمين، لا يقبله مسلم باي حال من الاحوال. والضمانه الوحيده لهذا ان يكتب هذه الورقه، ورقه بس تكتب هي زي اذا هو عايز يتزوجها وهي ستحافظ على دينه وعلى نفسه وعلى اولاده. فقال لي انا عايز اجيب لك مفاجاه يا عم الشيخ. ايوه ما هي المفاجاه؟ ما هي المفاجاه؟ قال لي احنا مش بحاجه الى هذه الورقه. قلت له ايش؟ قال لي انا لا تؤمن بدين اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله. فرحان يعني هو ظن ان هي يعني انا بس دي الكتابيه بس يعني. قال لي لا تؤمن بدين اصلا. فضحكت قلت له على فكره عندك عندي لك مفاجاه اكبر. اكبر من مفاجاه. قال لي ايه هي؟ يعني اظن ان انا اقول له بقى يلا بقى اديكوا عرسان مع السلامه. قلت له لا تحل لك ابدا اصلا حتى تدخل في دين الاسلام او تؤمن بكتاب. فهي هو الاسلام هم يعتقد انه احسن يعني هو يعتقد هذا هو يعتقد ان هو بقى جاب واحده زي ما بيقولوا فري كده ما عندهاش دين من اللي هم طالعين الموضه الجديده دي فيقدر بقى يعيش معاها. فلذلك كيف نوضح للاخ جمال يعني مفهوم انهم اهل كتاب والكفر والكفر عندهم؟ انا عايز اقول بس يعني اهل الكتاب ينظروا الينا على اننا كفار، فمش عايز حساسية من كلمة كفار دي. لأن لما بجلس مع رجال الدين حتى المسيح وكذا أنا أقول لهم ماذا تقولون عن غيركم؟ مؤمنين زيكم ولا كفار؟ نقول لا كفار. فكلمة كفار ما فيهاش حاجة، لأن معنى الكافر في اللغة هو الستر، ولو في كلمة تؤدي هذا المعنى كان القرآن استعملها، لكن اللغة العربية هكذا. معنى كلمة كفر أي سترى شيئا يعلمه أو لا يعلمه، هذا الكافر هو الذي يستر الشيء. ولذلك سمي في القرآن الزارع كافرا لأنه يستر البذرة في الأرض يسترها. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا مش أهل الكتاب ولا غيرهم ولا لا زراع. الكفار هنا هم الزراع. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم إلى آخر آيات، واخد بال حضرتك؟ فالكافر هو سمي كافرا لأنه سترى يعني رسالة الحبيب، ستر الإيمان بمحمد وهو مكتوب عنده الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن سلام أو تعرفني كما تعرف ابنك؟ يقول والله يا رسول الله إني لا أشك في أنك رسول الله وقد أشك في ابني. يعني حتى لو شككت في ابني لا أشك في أنك رسول الله. لما نزلت الآية أن الله فمعنى كافر أنا أسف يا شيخ حاضر معنى كافر أنه ستر الإيمان بمحمد الذي أنا أؤمن به. بالنسبة لي كافر، أنا بالنسبة له كافر، كل غير المسلم بس كان أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، ولكن حتى لو مشرك يسمى كافر. ولكن كتاب الله سمح أذن لنا أن نتزوج من نساء أهل الكتاب فقط. أراد سيدنا عمر لما وجد اما بعد ربنا بقى فتح المسلمين الروم وفارس وشافوا بقى بنات بني الاصفر والشباب وكده وكانوا بيذهبوا، فكثر الزواج من اهل الكتاب. فاراد سيدنا عمر وجد في اشكاليه في المجتمع فاراد ان يحرم ذلك. اراد ان يحرم هذا، فجاءه عبد الله بن عمر قال او تفعل، سيدنا عبد الله بن عمر ابنه، او تفعل يا امير المؤمنين؟ قد قال الله جل وعلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال إني أخشى على بنات المسلمين، أنا أخاف على بنات المسلمين. ولذلك لم يجرؤ، مع هذا لم يجرؤ ولم يفعل. فهي لكن هي القضية، أنا لما أجي أبحث عن زوجة
هي القضية بس أنا عمن أبحث؟ نعم. هذا أمر آخر واخد بال حضرتك. نعم. لكن لا نستطيع أن نحرم شيئا أحله الله عز وجل. نعم. حليم تفضل بسؤالك يا حليم من فرنسا. تفضل أخي حليم. فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام على الشيخ حلالة. حياك الله أخي الكريم. عندي سؤالين. تفضل يا حليم. تفضل. عندي ابن له. أنا أعيش في فرنسا أولا. أنت تعيش ماذا يا حليم؟ طفلين يريد أن يفعل لهم العقيقة في 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 بلد الأصلي في الجزائر. العقيقة بدل إيش؟ أنا أعيش في فرنسا وأريد أفعل العقيقة لأطفال ابني في الجزائر. أيوة. ابني أعطاني ابنه قال لي أفعل العقيقة في الجزائر. نعم. والسؤال الثاني هل يجوز هذا ولا ما يجوز هذا؟ على كل حال بس عفوا. شو السؤال الثاني؟ الإجابة. والسؤال الثاني هو ابني يريد أن يشتري سيارة هنا في فرنسا بقرض بالتقسيط. بالتقسيط ولا بقرض ربوي؟ بالتقسيط. طيب شكرا لك حليم، سؤال واضح. شكرا لك جميعا. شكرا لك. ابو بينة من السعودية، تفضل يا ابو بينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حسين بارك الله في الجميع. يا شيخ حسين ارو. تفضل الله فيك. اهلا. ناقش الامر الذي في قصص الشفافية، يقول الدولة السعودية الدينية التي مناهجها الدينية الوهابية تضيق على الحريات ومتسببة في تفريخ التطرف والإرهاب وتكفير عباد الله اليهود النصارى وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، لأنها درستنا يا شيخ حسين من الصغر، منذ الصغر، بأن اليهود النصارى أعداء الله وأعداء الأمة وأنهم مشركين وأنهم نجس حسب التعاليم المناهج الدينية. مع أنني وجدت يا أخي أن اليهود النصارى والبوذيين وغيرهم من أصحاب الديانات أخرى وناس بسطاء وفي وناس خيرين وليس أعداء الله كما درستنا هذه الدولة الدينية. سؤالك السؤال. يا أبو، هذه مداخلة، احنا بدنا سؤال يا أبو بينة وسيعلق الشيخ على كلامك. السؤال، هل هذه الدولة السعودية الدينية التكفيرية تعتبر دولة خير على عالمنا أم أنها دولة شر؟ يعني هذا سؤال سياسي هذا، ومع ذلك الشيخ سيعلق. شكرا لك يا أبو بينة. عز الدين الجزائر، تفضل. عز الدين تفضل يا عز الدين. السلام عليكم اخي الكريم. الصوت غير واضح يا عز الدين، تفضل. عز الدين هذا واضح؟ واضح الان. واضح. تفضل. هي منذ مده سؤال في كانه فخ. ما هي الصلاه التي لا تستلزم الوضوء وليس فيها قيام ولا ركوع ولا سجود؟ مرة أخرى عيد سؤالك. ما هي الصلاة التي لا تستلزم الوضوء وليس فيها قيام ولا ركوع ولا سجود؟ طيب يا عز الدين. شو حزير على الهواء يعني؟ طيب شكرا لك يا عز الدين. محمد من إسبانيا، تفضل. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ نور حلاوة بارك الله فيك، تفضل. سؤال. انا في اسبانيا بالارقواد، ما يجوز ان نقيم هنايا؟ الصوت غير واضح يا محمد والله. في شو سؤالك يا محمد؟ انا احنا هنا في اسبانيا بالارقواد ما كاينش الخدمه وحنا مريحين هنايا البلد ديالنا الموري هذا كتعرف ما كاينش المسجد ما كاين والو. يا محمد يا شباب الصوت غير واضح، انت تقول بانه انت مريح يعني جالس من غير عمل، وما هو سؤالك؟ ويجوز اش بالقوانين في اسبانيا زعما واش انت في اسبانيا شو سؤاله؟ فهمتوا عليه يا شباب؟ والله الصوت غير واضح يا محمد، سامحنا. واتمنى يعني من كل اخوه قبل ان يكون على الهواء أن يجهز نفسه بالسؤال، يطرح السؤال على نفسه مرة واثنين حتى يعني يختصر الوقت ويكون كلامه واضح مفهوم للكل. فضيلة الشيخ الأخ علي من بريطانيا، سؤاله الأول عن التشيع، سؤال واضح يقول هل التشيع ردة؟
أنا دعني أشكر أخ علي حقيقة، أنا أعجبني في أدبه وفي يعني حبه لأمنا البتول الطاهرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أمر واجب على كل مسلم أن يحب ويقدر ويجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه في الجنة، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين هي أمي، فكيف أبغضها كيف أتهمها كذا. سؤاله هل التشيع ردة؟ أنا أقول له إذا كان التشيع فيه إساءة إلى القرآن الكريم بأنه ليس من عند الله، أو أنه ناقص، أو أن هناك آيات غير موجودة فيه، أو ثمة مصحفان، مصحف السيدة عائشة السيدة فاطمة والمصحف الموجود الآن، إذا كان التشيع يعني أن الرسالة لم تكن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لعلي، ثم في غفلة من نوم علي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت التشيع تعني أننا يعني نبالغ في تقدير آل البيت حتى نرفعهم مقاما فوق مقام النبوة فنقول إن الأنبياء يخطئوا وآل البيت لا يخطئون، إذا كان التشيع هذا فذاك كفر وليس تشيع، هذا كفر ردة وليس تشيع. إذا كان التشيع الإساءة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها، إذا كان التشيع الإساءة إلى أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدي أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة أجمعين رضوان الله عليهم، ولا يستثنى إلا يعني قلة من الصحابة لا يكون على أصابع اليدين، ها، فذاك انتقاص لقدر النبي وفشل للنبوة التي لم تستطع أن تربي إلا ستة على مدار 23 سنة، وهذا فسق وقد يصل إلى الكفر. أما إذا كان التشيع فحب آل البيت فهذا مذهبي، إذا كان التشيع حب آل البيت فحبك يا رسول الله مذهبي، وللناس فيما يعشقون مذهبي. جزاك الله كل خير، أحسنت. ومحمود معنا على الهاتف المتصل الأخير، تفضل يا محمود، وأعتذر أيضا من كل من ينتظر على الهاتف، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام، عليكم ورحمة, السلام الله ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، أكو ظاهرة لاحظتها بالتلفزيون من قبل الإعلام، أنه يعني اللي صار بالإخوان المسلمين في مصر واللي تعرضوا، يعني هم ما غلطوا بأي شيء، يعني هم الإذاعات نفسها المصرية والأجنبية اللي تكره واللي تحب، يعني يعني شوفتنا المذبحة اللي تعرضوا إلها، وهم لا قاموا بشيء أو لا ولا يعني ولا خطأ، فليش هالعداوة للإخوان المسلمين؟ يعني ليش هالحرب الشعواء الوحشية اللي قاموا بها على الإخوان المسلمين؟ بعدين هم اسمهم الإخوان المسلمين، فكيف نعم. هم يعني يعصون رب العالمين ويقولون طيب. أنه هم يعني سياستهم كذا وهم ما يحجون بالظاهر والأفعال شكراً. السيئة. شكرا لك يا محمود، أشكر كل من اتصل، نصف ساعة نتركه للإجابة على تساؤلاتكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، في الجزء الأخير نجيب على ما تبقى من تساؤلاتكم مع فضيلة الشيخ حسين حلا وفضيلة الشيخ الأخ علي. ما زلنا نتحدث عن أمنا عائشة، هو قال أكره من يسب أمنا عائشة رضي الله عنها، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، بل إن الذين يسيئون إلى أمنا عائشة رضي الله عنها هم مخالفون لنص القرآن ولأمر الله سبحانه وتعالى ومتعدون على الأعراض، وكأنهم إذا كان أن لو أنا رميت أي مؤمنة، أي مؤمنة عادية، بلاش مؤمنة، أي محصنة لو أنا رميتها بتهمة فأنا قاذف يقام علي الحد إذا لم آتي بأربعة شهداء، حتى وإن كان ذلك ميتا، حتى وإن كان ذلك ميتا إذا لم آتي بأربعة شهداء فلا بد من الحد، والحد 80 جلدة
ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني هم جريمة القذف لا تتوقف عند موت الشخص المتهم. أبدا الأعراض رمي الأعراض لا رمي الأعراض حقوق الناس يا أستاذنا لا تموت ولا تتقادم، تبقى إلى أن يرث الله الأرض من عليها أو يسامح صاحبها. ما بالك لو كانت هذه أمنا العظيمة سيدة أم المؤمنين عائشة التي مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو على صدرها، ما بالك وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعد ويفرح حينما يكون معها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما الحديث التي جاءت المجلة يسمع، ما بالك وقد برأها الله من فوق سبع سماوات حينما رماها المنافقون، المنافقون الذين رموها برأها الله من سبع سماوات، وجاءت وقالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنك لم إنما الذي برأني ربي من فوق سبع سماوات لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فأنا هذا هو التوجيه الرباني، سعيد بكلامه، وأقول كل من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى عذابه بين يدي الله، يسيء إليه أولئك. والأخ الكريم السائل ده هو أحسن، لأنه لو سمح لأحد أن يسيء إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيسيء الناس إلى عرضه غدا، وهكذا. نعم. الأخ أبو ياسر من إسبانيا يسأل عن العمل في مطعم لا يقدم الطعام الحلال يعني أو الخمر. إحنا أجبنا على السؤال هذا كثيرا أخي الحبيب، وقلنا بأن الأصل أن يبحث الإنسان عن عمل حلال خالص، لكن إذا اضطر ولم يجد كان ذلك ضرورة فللضرورة أحكامها، لكن عليه أن يبحث وعليه أن يخرج صدقة من ماله تطهيرا له. الجمع في الصلاة في يعني سواء في المطعم أو في ظروف العمل التي لا تسمح، يجوز الجمع. لحديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير ما عذر ولا مطر، فسئل قال أراد أن لا يحرج أمته. لو أنا عندي عذر طالب عندي محاضرات سأخرج على المغرب، خاصة تعرف حضرتك وقت الشتاء كله النهار كله في بعض الأماكن في شمال أوروبا ربما لا يتجاوز 3 ساعات أو ساعتين في بعض البلاد، ساعة ونصف في بعض البلاد، 4 ساعات في بعض البلاد وهكذا. فأحيانا الإنسان لا يجد وقتا لأن يصلي الصلاة في وقتها، تتداخل الأوقات، لا بأس أن يصلي الظهر والعصر تقديم أو تأخير، أو يصلي المغرب والعشاء تقديم. والمكان يعني يقول المكان غير مناسب، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها وطهورا، هكذا قال الحبيب، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الأصل يا إخواني الطهارة، الأصل الطهارة في الأماكن، لا نشك. بعض الإخوة مثلا قلت لهم كنا في حديقة مشينا في حديقة، يا جماعة يلا نصلي، قال لا هذه الحديقة يمشي عليها أعزك الله الكلاب ويمشي عليها فليمشي عليها الكلاب، أنا مالي يعني يمشي عليها، ينزل مطر فيغسلها فتتطهر، أو تمشي عليها قدم فتحمل وهكذا يعني. الأخ عبد الرحمن من المغرب يسأل عن علاقة الولاء بمفهوم الولاية للملك في المملكة المغربية، الملك هو أيضا أمير المؤمنين، وهي مهم أن نوضح للناس يعني هم في للتوضيح سياسيا، هم المغرب لا تقول بأن الملك المغربي هو ملك كل المسلمين، يعني ومفهوم الملك المسلم بأنه المغربي هو له الولاية الدينية والسياسية، ولكن سؤال عبد الرحمن هل هذه الولاية هي التي يتحدث عنها الإسلام؟ البيعة هي التي يتحدث عنها الإسلام؟ لا، هي نوع من أنواع البيعة التي تحدث عن الإسلام. أصل البيعة دي أخواني ليست هي فقط البيعة العظمى لخليفة المسلمين أو للنبي أو لله سبحانه وتعالى، لا، إنما هناك بيعات، حتى بيعات على عمل، بيعة مثلا لو عملنا شركة نتبايع بمعنى نتعاهد، البيعة بمعنى العهد، نتعاهد ان احنا نكون امناء، نتعاهد ان احنا لا يخون احدنا الاخر، نتعاهد ان نعمل باخلاص. ياتي حاكم فتساق له السلطه فكل الناس اعطوني العهد على ان تسمعوا لي وتطيعوا في غير ما معصيه لله سبحانه وتعالى، نسمع ونطيع ونبايعه في غير معصيه لله سبحانه وتعالى، ليس في ذلك شيء ابدا، ولا يخرج عن الولاء والبراء باي حال من الاحوال. الاخ حليم من فرنسا يسأل عن العقيقة وإرسالها لثمن العقيقة، إرسالها للجزائر لا بأس، إذا كان هناك أناس فقراء سيرسل إليهم ثمن، لكن لا يوزع الثمن مالا، العقيقة لا توزع مالا، لأن يعني بعض إخوة مثلا يتساهل يقول والله بمئة يورو أبعت المئة يورو ووزعها في الجزائر أو في بلدي، لا، إنما لابد أن يشترى لحم
ولا بد، والأولى أن يدعو الناس للطعام، فإن تعذر ذلك فيوزع اللحم على الناس. سؤال الثاني، شراء سيارة بالتقسيط دون تفاصيل، يعني سواء كان التقسيط هذا مع بنك أو مع، على مستوى أوروبا هناك طريقتين، طريقتان على مستوى أوروبا على ما أعلم، لو في بعض البلاد عندها طرق أخرى أنا لا أعرف عنها، أنا بكلم على الطريقتين اللتين عرفتهما من خلال تجوالي. الطريقة الأولى أن يأخذ ما يسمى باللون، ما يسمى بالقرض من البنك، أن يأخذ قرضا من البنك، يروح للبنك يقول أنا عايز أجيب سيارة، السيارة دي بكام؟ ب10,000، يقول لك حاضر املا للاستمارات دي وإلى آخره، ثم يعطيه البنك قرضا ال10,000 دي ينزلها في حسابه الخاص، في حساب المقترض الإنسان الشخص العادي، وبعدين هو بقى يروح البنك يكتب له شيك يحولها له بأي طريقة ما، هذه طريقة، والبنك بعد ذلك يأخذ منه المال هذا بالتقسيط مع الزيادة، هذا ربا ولا يجوز التعامل به، هذا ربا ولا يجوز التعامل به. في طريقة أخرى إنك تروح يسمى الفاينانشال أو يسمى الشركة اللي بيبيع السيارة نفسها وتقول لهم والله السيارة دي عجباني أنا أريدها، لكن أنا ليس عندي مال الآن، أنا أريدها بالتقسيط 3 سنوات عندهم، 5 سنوات أو 7 أو على حسب ما يتم الاتفاق، يقولون لك السيارة هذه ب20,000 لكن بعد 5 سنوات ستصير ب25,000، أنت قبلت؟ آه قبلت، تفضل السيارة، هذا بيع بالتقسيط وهو جائز ويسمى في باب الفقه بيع الأجل ولا شيء فيه عند جمهور العلماء. الأخ أبو بينة من السعودية يتحدث، هو سؤال سياسي عن دولة ما، هل هذه دولة خير أو دولة، يعني ليس هذا سؤال تفصيل، أعتقد فضيلة الشيخ الحديث فيه سيكون عن أي دولة ما، أي دولة تقيم الحق، أي دولة تقيم دون أن نسمي هذه الدولة أم تلك. أنا سأحكي لك قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول يعني ابن خلدون في مقدمة خلدون يقول فصل الظلم مؤذن بخراب العمران، هكذا فصل الظلم مؤذن بخراب العمران، ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، أياً كانت الدول التي نحن نعيش فيها، إذا كانت دولة كافرة لكنها تقيم العدل فإن الله سيقيم هذه الدولة، إذا كانت دولة تزعم الإسلام مسلمة في أي مدينة في أي قطر في أي قارة لكنها لا تقيم العدل وتقيم الظلمة فإن الله سيزيل هذه الدولة عاجلاً أو أجلاً أياً كانت هذه الدولة. ولكن دون تسمية فضيلة الشيخ، أنا ما سميت هذا السؤال، أن الناس لا يعني لا أنا هنا في هذا البرنامج الكريم أستاذنا نحن لا نتعرض للأفراد للأشخاص ولا المؤسسات ولا الجمعيات ولا الجماعات ولا لا نذكر أسماء أبداً، إنما نحن كل حكماً وكل ناس يفهم الحكم بقدر ما يتيهم الله سبحانه وتعالى. والدول هذه إن كانت في بعض جوانب سياساتها تظلم لكن الإنسان لا يغمط حقوق الناس بأنها قد تكون أيضا أحسن في جوانب أخرى. لا الظلم ده برضو نسبي أستاذنا، معلش الظلم هذا نسبي من دولة إلى دولة ومن بلد إلى بلد ومن حاكم إلى حاكم، ممكن تجد حاكم عنده نسبة الظلم لرعاياه في الجانب السياسي 100% لكن في الجانب الاجتماعي والاقتصادي الظلم عنده 80%، حاكم آخر عنده نسبة الظلم في الجانب الاجتماعي 100% وفي الجانب السياسي مديهم حقوق 80% مثلا أو شيء هكذا، تختلف القضية من بلد إلى بلد ومجتمع إلى مجتمع. لأنه الناس بعض الناس يعني لا تعجبها مواقف دولة ما في ظرف من الظروف، وينسون أن هذه الدولة في ظروف أخرى كان لها مواقف أيضا تحمد عليها، وينسون أن الأمر متعلق ربما بأشخاص وليس بسياسات عامة، وأنه حتى الإنسان لو كان يكره ربما سياسات ما لا ينسى أن في ظروف تاريخية ما وجود هذه الدول أو انهيار هذه الدول لا قدر الله ستستفيد منه أو سيستفيد منه أعداء هذه الأمة بالمجمل. أنا أسف، سوريا الآن هي أكبر مثال، سوريا الآن هي أكبر مثال، يعني كيف صنعنا نحن بها، نحن الذين صنعنا ما وصلت إليه الحال بتخلينا عنها طبعاً. الأخ محمود من رومانيا يسأل عن لماذا يعادي الكثيرون الإخوان المسلمين، ونحن سنتحدث فقط عن الشق الديني الشرعي. لا أنا مش عايز، زي ما قلنا
نحن نتكلم عن جماعات يعادي الناس، لكن أنا أريد أن أقول يا إخواني الهجمة الحالية في كثير من البلاد وفي كثير من أرجاء العالم، الهجمة ليست على الجماعات الدينية، الهجمة ليست على يعني المؤسسات، وإن كان هناك هجمة فعلا قد تصيب بعض الجماعات أذى، قد يصيب بعض المؤسسات المؤسسات أذى، إنما الهجمة أن يدخل الإسلام معترك الحياة. لا يراد للإسلام في بلاد الإسلام أن يدخل معترك الحياة، لا يراد. ولذلك يسمون الآن ما يسمى بالإسلام السياسي، ما يسمى بالإسلام السياسي. كل إنسان سيقول يجب أن يكون الإسلام في منظومة الحكم والاقتصاد وإلى آخره، هو منبوذ، هو إرهابي، هو أيا كان هذا الإنسان وأيا كان اسمه. نعم. وأيا كانت هذه الجماعة، يعني أيا كان. الأخ عز الدين سأر حزورة على الهوى الصلاة، يعني هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صلى الإنسان على الرسول. وذكرني إحنا كنا طلبة، كان بعض الشيوخ بعض مش يحب يجيبونا كده، بعض إيه هي الصلاة التي لا وضوء لها ولا ركوع ولا سجود؟ الصلاة على النبي يا سيد، صلى على حي سيد رسول الله. والطواف أيضا ليس من الصلوات التي، والصلاة لا، نعم الطواف، الطواف لكن له وضوء عند جمهور العلماء. عند جمهور العلماء لابد من اشتراط الطهارة فيه. نعم. الأخ في عندي أسئلة فضيلة الشيخ أيضا على موقع قناة الحوار على الفيسبوك، أحدهم يعني سامحه الله جزء من كلامه شتيمة، سنتغاضى عنه وأترك الأمر لك، ولكن بعد ذلك يقول عندما استشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له تعاملات مع يهود، يقول هذا اليهودي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له تعامل مع اليهودي، يقول هذا اليهودي يتقاضى بالقضاء الإسلامي باعتباره يدفع الجزية، وحكمه أنه من أهل الذمة، وبالتالي يقول المثال فاسد لا يعتد به. لا بالعكس، هو الأخ الكريم جزاه الله خير، بارك الله فيه وأشكره، هو جاء بالإجابة على نفسه من كلامي. مع من أهل الذمة يعني بنتعامل معهم، ولا يدخل هذا التعامل معهم مع الولاء والبراء، لأن نحن نتعامل معهم أخذا وعطاء، نتزوج منهم من بناتهم الرجال المسلمين الزوجين، ولا يسمى هذا ولاء وبراء. الجزية أمر سياسي ليس أمر عقدي، بدليل أن سيدنا عمر أسقطه عن بعض الناس، وجملوا لا بعد ذلك لما أشركوا الأهل الكتاب في الجند وفي الحرب، يعني وخبال حضرتك أسقطوها عن بعض الناس. نحن لا نتكلم عن يعني الإيش العمل، نحن نتكلم عن ارتباط الولاء والبراء بالمعاملات. هل هو يدخل، أنا لو تعاملت مع يهودي معاملة جيدة هل انتقص ولائي وبرائي؟ هذا هو الكلام بس لا أكثر أقل. هل أنا لو تعاملت مع نصراني شاركت في مشاركة هل اختل الولاء والبراء؟ هل سيدنا يوسف حينما قال لعزيز مصر وهو كافر ومشرك وإلى آخره، ولم أينما قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ها، وشارك في ازدهار الاقتصاد في دولة مش غير مسلمة بس ده دولة يعني من الشرك والكفر ما عندها، هل معنى ذلك أنه شارك هذا الكافر هذا المشرك شاركه في انتشاع وانتعاش وانتشار كفره، أم إنه عمل بما يمليه عليه دينه؟ إحنا كلامنا في المعاملات أرجو الإخوة بس يفهموا، نحن لا ننكر الولاء والبراء إجمالا، إنما نحن نعيب على قومين، نعيب على قومين عشان يبقى كلامنا واضح. القوم الذين سخروا الولاء والبراء في معادات كل من خالفه، الذين سخروا الولاء والبراء في معادات كل من خالفهم، فكل من خالفهم هو يجب أن نتبرأ منه، نتبرأ منه وأحاربه، ويحارب يعني وخارج من الملة ومن أهل السنة. أضعف الإيمان يقولون ليس من أهل السنة والجماعة كما يقولون على الأشاعرة والماتريدي وهكذا، هذا أضعف الإيمان. صحيح. الأمر الآخر، هؤلاء قوم عملوا لنا إشكالية في الحياة، والأخ الكريم اللي بيتكلم السعودية الحقيقة هو عنده جزء من الحقيقة بيتكلم، نتيجة للتشدد بعض الناس في تكفير المجتمع وفي البغض وإلى آخره، هو يقول لك احنا عملنا الناس دي بعد كده وجدنا ما فيش أي حاجة، ليس عندهم لا هم كونهم كفار نحن نصر أنهم كفار،
احنا واحنا يعني هنخاف هنخاف ان نقول الجماعه دول كفار؟ هم يقولون عنا كفار، لكن احنا اوضحنا معنى الكفار. لا يعني كافر عن قاتله، ارفع السيف عليه، لا يعني كافر انني اذبحه، انما ده كافر وبتزوج منه، ده كافر وبعامله معامله طيبه، ده كافر وبيالي امر من امور المسلمين في الدوله ولا مانع لذلك كما استعان به سيدنا عمر في الدواوين واستعان به من جاء من بعدهم والى اخره. بس الصنف الاخر في دقائق او في لحظات الان هم الذين يعني لا يعتبرون بولاء ولا ببراء. القضيه أيوة. عندهم عايز يقول كده فتحوا الباب على الغارب، فالأعداء والأصدقاء والأصحاب ومن يحارب الدين ومن يحتل الأرض ومن ينتهك العرض ومن يدوس المقدسات كلهم إخوة وأحبة ويتباوسون ويتعانقون. هذا فضيلة الشيخ إجابة على سؤال أمل أحمد، تقول تفسير الآية الكريمة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني أنه لا ينتصرون بهم على المؤمنين، أن تنتصر بهم وليس أن فقط أن تنتصر بهم على المؤمنين، لأن من معاني الولاية النصرة، أن تنتصر بهم على المؤمنين، أن يكونوا لك عضدا على أهلك وإخوانك من المؤمنين. لكن لو أنا رحت مثلا عقدنا تحالف دولة مسلمة عقدت تحالف مع دولة مثلا غير مسلمة على أن يطلعوا القمر وعلى أن يوجدوا العالم كله في هناء وسعادة، هذا ليس ولاية وليس في سؤال شيء من ألمانيا. الأخ يقول طريقة الدفن في ألمانيا مكلفة، والبعض يسأل عن التبرع بالجسد، ولكن أنا ما أفهم يعني التبرع بالجسد. إذا كان التبرع بالجسد لأن جسد كله كله يعني ربما يقصد كله ربما حتى يتخلص من عدم الدفع. يعني يقول لك خذوا الجثة اعملوا فيها اللي أنت عايزين تعمله، ولا في دفن ولا غيره. لا هذا لا يجوز، هذا لا يصح. وأدعو أهلي وإخواني وأحبابي المسلمين في ألمانيا أن يحلوا هذه القضية وأن يتعاونوا على إيجاد الأرض. الناس اللي عندها مال تتعاون يعني وهكذا وتبذل، وهذه لا شك من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يتناقض مع قضية التبرع بالأجزاء الحيوية. لا احنا تكلمنا فيها قضية التبرع بالأعضاء من قبل، تكلمنا فيها. لكن هو السؤال الآن محدد، هو يتبرع بجسده للمشفى علشان يريح نفسه من قضية ياخدوا بقى يعملوا فيه اللي عايزين يعملوا. لا يجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما نختم بدعائك فضيلة الشيخ للأخ للأخت هناء من الولايات المتحدة الأمريكية، تقول توفي لنا شاب صغير عمره 21 انفطر قلبنا حزنا عليه، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فرح قلبنا بدعائك له، صلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. سأل الله أن يرحمه وأن يعلي درجاته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سأل الله أن يرزقهم الصبر والأجر، سأل الله أن يكون لهم ذخرا، سأل الله أن يجمعه بهم يوم القيامة على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشرب الجميع شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. سأل الله أن يسعدهم ويجعلهم من السعداء هم والسامعين جميعا. سأل الله لنا ولإخواننا وأخواتنا جميعا الصبر على ما أتانا، وأسأل الله لنا ولإخواننا وأخواتنا وللناس جميعا الشفاء من كل مرض، إنه سبحانه ولي قادر ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. أشكركم. بختام هذه الحلقة بإمكانكم التواصل مع البرنامج عبر بريده الإلكتروني fatwa@alhiwar.tv، كما يمكنكم دوما التواصل عبر منصات قناة الحوار المختلفة. نترككم في أمان الله.